بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، أشكر وافي من الرباط لحركة التوحيد والإصلاح على حرصهم وعلى برنامجهم الحافل بصفة عامة. وهذا الموضوع كما تعلمون هو من وحي الساعة والمرحلة التي نعيشها، من وحي هذا العصر. والموضوع هو الإسلام في عالم متغير. لا شك أننا في عالم متغير بدرجة غير مسبوقة في التاريخ البشري. هذا التغير له تأثيرات وله تساؤلات وله إشكالات. هذا التغير الواسع والمتسارع، فكيف يتعامل معه المسلمون؟ وموقف الإسلام من هذه التغيرات الجارية؟ حول هذا تدور هذه المحاضرة بما فيها من مناقشاتكم ومداخلاتكم إن شاء الله. إذن التغيرات كثيرة وكبيرة وكثيفة، هذا شيء نعرفه جميعا، ونعرف أن كثيرا من الناس يحتجون ويبنون على هذه التغيرات فيما يدخلون فيه هم أنفسهم من تغيرات، وربما هذه التغيرات تكون مخالفة للشرع أو يكون فيها نظر، فيقولون العصر يقتضي هذا، والزمن تغير، الحياة تغيرت، فإذا صار هذا التغير حجة. وبعض الناس يرفضون هذا التغير تماما ويتصلبون في وجهه ويقاومونه وينعزلون عنه ويقطعون كل ما أمكنهم من الحبال معه، وإن كان بطبيعة الحال لا ينجو أحد، لكن هناك من يستسلمون ويندمجون كامل الترحيب وبكل قوتهم، وهناك من يقاومون بكل قوتهم أيضا، ولكن أيضا يسلمون بأمور كثيرة، إما تحت ضغط الضرورة أو باعتبار أنها ليس فيها إشكال. والذي نبحث عنه كما هو مطلوب وكما هو مفروض هو ما هو المسلك الذي ينبغي، المسلك الرشيد الذي ينبغي أن نسلكه في فهمنا أولا وفي تعاملنا مع هذه التغيرات. وهذا هو الذي أتحراه من هذه المحاضرة ومما سيرد فيها بحسب ما يتيحه الوقت. فأولا يجب أن نفهم هذا التغير ونستحضره أمامنا، لأننا نفهمه ربما مجزأ، وكل واحد يرى تغيرات في جوانب معينة، وكل واحد يحكم عليها بطريقته. فإذا يجب أولا، أحاول، يجب أن نتصور هذا التغير ما هو. فإذا قلت أولا نضع بين أنظارنا وبين أيدينا التغيرات التي تقع. طبعا التغيرات كثيرة وكثيفة ومتلاحقة ومتسارعة، ولكن ما هي هذه التغيرات؟ التغيرات التي يشهدها العالم في هذا العصر، هذا هو موضوعنا بطبيعة الحال في هذا العصر منذ قرن أكثر أقل. هذه التغيرات تشمل أولا الوسائل، وتشمل الأشكال، وتشمل المظاهر والعادات، وتشمل المعارف. هناك ثورة في المعارف والعلوم بوسائلها ونتائجها وأشكالها. هناك كذلك تغيرات كبيرة جدا ومتسارعة جدا في كل يوم تفاجئنا بجديدها، وهي الصناعات. هناك تغيرات في النظم والقوانين على صعيد العالم كله،
هذه أهم التغيرات المتسارعة والمتلاحقة والكثيفة التي جعلت عالمنا اليوم كأنه عالم جديد غير عالم السابقين. وهناك تغيرات متباطئة أو متأرجحة، تارة تزداد وتارة تتراجع وتارة تتوقف، وهي التغيرات التي تشمل القيم وتشمل الأذواق والأولويات والمواقف، سواء مواقف الدول، مواقف الجماعات، مواقف الأفراد، يعني نظرتهم من أشياء معينة ومواقفهم من جهات معينة. هذه أيضا مما يشملها التغير البطيء المتأرجح. لكن بالمقابل، ما الذي لا يتغير في العالم؟ هل هناك أشياء لا تتغير أم أن كل شيء يتغير؟ الذي لا يتغير وهو ليس بالقليل أيضا وله وزنه الكبير، هناك الحاجيات الأساسية للناس لم تتغير، فالناس بحاجة إلى الأكل والشرب والنوم والسكن والشهوة الجنسية. هذه أمور لم يغيرها أحد لحد الآن، ولا يطمح أحد في تغييرها. لن يأتي على الناس يوم يستغنون فيه عن شيء من هذه الأشياء، مثلا أدوية تغنيهم عن النوم مثلا، وهكذا. فإذا هذه أمور أساسية وكبيرة وشديدة التأثير والتجذر، لم تتغير. ومما لم يتغير أيضا بعض الصفات الفطرية في الكائن البشري، ربما أيضا في بعضها تشترك معه الكائنات الأخرى، أقصد الحيوان. فالأمور الفطرية، الصفات الفطرية المتجذرة أيضا باقية، ربما تتزحزح قليلا أو تصيبها بعض يعني الانتقاصات من أطرافها، ولكنها باقية ثابتة راسخة. فمن ذلك حب الحياة، الناس يحبون الحياة، فقيرهم وغنيهم وسعيدهم وشقيهم، فعامة الناس يعني حتى الانتحار يفسره البعض بأنه من فرط حب الحياة ينتحر الإنسان، لأنه لم يجد الحياة التي يحبها ويتعلق بها. ولكن حتى إذا فرضنا الانتحار تعبيرا عن غياب حب الحياة، فكم يمثل الانتحار في البشرية؟ فإذا حب الحياة شيء شامل كحب الطعام والشراب وغيرهما من الأساسيات. فإذا الناس متعلقون متشبثون بهذه الحياة كيفما كانوا، مسلمين وغير مسلمين، ومرضى وأصحاء، الجميع يتعلق بالحياة إلى آخر رمق من حياته، وهو متمسك بالحياة وطول العمر ويرجو ذلك ويتعلق به. حب المال ألا معروفة، حب الجمال، حب التملك، يعني وليس فقط حب المال، حب تملكه، وليس فقط حب المال في حد ذاته، لا، حب تملكه. وكذلك من الفضائل الفطرية حب الخير والعدل والإحسان، وكره الشر والظلم والبغي، حتى لو كان الإنسان يمارس ذلك أو يقع فيه دائما أو أحيانا، فهو في فطرته يكرهه، إنما يحبه حينما يراه محققا لرغباته، وإلا فكل الناس يكرهون الظلم، على الأقل حينما يكونون خارج نطاقه. فإذا كل الناس يكرهون الظلم، يحبون الخير، يحبون العدل إلى آخره. هذه أمور ثابتة، البشرية كلها، مسلم وغير مسلم، وعربي وغير عربي، وصيني وياباني وأوروبي، على هذه الخصال الفطرية التي ذكرتها. ثم كذلك أحوال الأبدان وأمراضها مستقرة لحد الآن، رغم هذا التطور الخيالي والأسطوري في العلوم وفي الطب وفي الحديث عن البيئة والتغذية وما إلى ذلك وحفظ الصحة العامة، ما زال جميع الناس مهددين بالأمراض، وأكثرهم واقعين فيها. من لم يقع في هذا وقع في هذا.
فإذا مشكلة الأمراض ما زالت قائمة، ربما تختفي أسماء بعض الأمراض وتأخذ أسماء أخرى، تختفي أشكال وتظهر أشكالا، أو يقل مرض ويكثر مرض كما نعيشه الآن إلى آخره. لكن البشرية عندها شيء، عندها مشكل أساسي كبير جدا قلما ينجو منه أحد إن نجا، وهو أحوال الأبدان وأمراضها، فهي معروفة لدى الجميع ويعيشها الجميع، لا أطيل فيها. ولكن أيضا هناك شيء آخر مهم لا يتغير، راسخ ثابت منذ آدم وبنيه إلى آخر بني آدم، وهو أمراض النفوس، أحوال النفوس وأمراضها، ليس الأبدان فقط. أحوال النفوس لا تتغير، هذا التقدم الكبير المذهل الخيالي إلى آخره الشامل الكاسح لم يغير طبائع النفوس أبدا، ما زالت على ما هي عليه. فهناك حب التآلف، حب الاجتماع البشري، العواطف المختلفة، الإنسان تجاه والديه، الوالدان تجاه أبنائهما، الحب والتعلق العاطفي بالقبيلة بالعشيرة، حب الرجل للمرأة والمرأة للرجل، أو الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وهكذا العلاقات المختلفة فطرية. ما زال لا يمكن أن نقول إن البلد الفلاني نجح فيه الأطباء وعلماء النفس أنهم أزالوا هذه العلاقات، وأصبح الإنسان ينظر إلى ابنه مثل ما ينظر إلى ابن الآخرين بلا فرق، لا يمكن. ولا العلاقات الزوجية ولا القرابات ولا حتى العلاقات الوطنية والقومية زالت كما هي. الإنسان يميل إلى وطنيته وموطنه ووطنه وعشيرته ودولته إلى آخره. هذه عواطف وأحوال نفسية قائمة راسخة. ما زال الناس يقاتلون لأجل أوطانهم، لا لأجل الحق أو الباطل، وإنما يقاتلون لأجل وطنه، هل كان وطنه غازيا معتديا مكتسحا مغتصبا، أو يتجند ويقاتل لأجل وطنه. هذه عواطف، هذه أمور ليست علمية، هذه ليست أمور علمية يذهب إليها الناس بالحسابات والبحوث العلمية فيقررون القيام بها. لا، هذه أمور من أحوال النفوس. ومن أحوال النفوس كذلك بعض الأمراض المعروفة في الناس عامتهم، مع تفاوت بحسب العلاج أو بحسب العكس، وهي مثلا الأنانية والاستحقار. كل الناس يحبون أنفسهم أكثر مما يحبون غيرهم، ويحبون لأنفسهم ما لا يحبونه لغيرهم، خلافا لما جاء في الحديث. وحتى حينما جاء الحديث لا نزعم أن المسلمين بمقتضى ذلك الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إنهم أصبحوا يحبون بعضهم البعض تماما وسواء بسواء، ويحبون لغيرهم من الناس ومن المسلمين ما يحبونه لأنفسهم، ويكرهون لهم ما يكره. لا أبدا، هناك طبعا الحديث يدعو بعض الناس ويشجعهم ويقوي هذا النزوع الراقي فيهم، ولكن المشكلة باقية في أصول النفوس. ولولا أنها باقية وراسخة لما احتج إلى هذا الحديث. وكذلك البغي والعدوان عند الحاجة إليه، عندما يقوم به من يقوم به، يقوم به لحاجة في نفسه، سواء كان فردا أو زعيما أو كذا. البغي والعدوان ما زال بين الناس منذ قتل قابيل هابيل إلى الآن، ما زال آل قابيل يقتلون آل هابيل أو بأشكال وأسماء أخرى. فإذا البغي والعدوان ما زال موجود، الغيرة والحسد ما زال موجود، يعني تضخيم الأهواء والشهوات هذا مشكل يعاني منه كثير من الناس، وليس فقط الإسلام الذي يقول تضخم الأهواء والشهوات، هذا يقوله الأطباء وعلماء الاجتماع وعلماء النفس. فتضخم الأهواء والشهوات وانسياق الإنسان معها هذا مشكل يعاني منه كثير من الناس، ويوصلهم هو الذي يوصل إلى الإدمان
وأحيانا هو الذي يوصل إلى الانتحار، وأحيانا هو الذي يوصل إلى القتل وإلى الاعتداء على ممتلكات الغير إلى آخره. ما زال الناس كما كانوا دائما يعانون من الخوف والقلق لأسباب عديدة جدا، تقريبا لا يوجد أحد، حتى الذين نراهم محصنين بالقصور والجيوش إنما فعلوا ذلك لشدة خوفهم ولشدة قلقهم. فالقلق والخوف يوجد كذلك عند الغني والفقير والقوي والضعيف والحاكم والمحكوم. هذه أمور يعني لا تتغير، أو على الأقل نقول مطمئنين متيقنين أنها لم تتغير لحد الآن، ولا يبدو في الأفق أنها آخذة في التغير، كما تتغير الصناعات والعادات والوسائل والأشكال والألبسة إلى آخره. أنا هذه المقدمة العامة حول تصور التغير وعدم التغير، ما حدود التغير؟ هو ما حاولت أن ألقي عليه بعض الأضواء. والآن نأتي إلى التغير والثبات في الإسلام، أو موقف الإسلام من قضية الثبات والتغير أو الثوابت والمتغيرات. الإسلام يمكن كما سأوضح الآن في هذه الدقائق المتاحة، هو دين الثوابت والمتغيرات، لا يمكن أن نقول بواحدة منهما. إذا قلنا هو دين الثوابت، نعم صحيح، وإذا قلنا هو دين المتغيرات صحيح، لكن لا ليس صحيحا أنه دين الثوابت وحدها. بمعنى كما سيتضح، هذه الصورة التي قدمتها عن تغير الثبات في العالم اليوم، وهي تنطبق على عليه منذ كان، لكن اليوم أمام هذا التسارع الذي ذكرته سنجد أن الإسلام مطابق لذلك، فيه من التغيرات والمتغيرات المسموح بها والمأذون فيها والمأمور بها أحيانا الشيء الكثير جدا، والباب مفتوح للمصارعة والمكاثرة إلى آخره، وفيه أيضا ثوابته. فمن ثوابته العقائد، فعقائد الإسلام هي عقائد الأنبياء جميعا من آدم إلى خاتم الأنبياء صلوات الله عليهم جميعا وسلامهم. إذا العقائد ليس فقط لا تتغير منذ الشريعة الإسلامية الخاتمة، بل العقائد لم تتغير منذ كانت. فإذا عقائد آدم هي عقائد نوح، هي عقائد موسى، هي عقائد إبراهيم، هي عقائد عيسى، هي عقيدة الإسلام الخاتمة. وعقيدة الصحابة هي عقيدتنا اليوم، لأنها منصوصة في عشرات الآيات وعشرات الأحاديث، إن لم نقل المئات. فإذا عقائدنا ثابتة، لأن هذا الجانب في الإنسان أيضا ثابت، لأن رأينا أمورا أقل من العقائد الدينية وهي ثابتة، لأنها أخذت صفة العقائد، كان قضية الوطنية، قضية القومية إلى آخره، أمور ثابتة لأنها فطرية. وكذلك العقائد، بحث الإنسان عن الله تعالى وتساؤلاته الفلسفية الكونية الكبيرة المصيرية، لا يخلو أحد منها. والجواب الصحيح هو الذي جاءت به الرسالات وجاء به الأنبياء، وهي العقائد المعروفة. وطبعا لا أدخل في التفاصيل، إنما أعطي عناوين وإشارات. كذلك الأخلاق ثابتة، وهذه ربما هي القضية الأكثر تعرضا اليوم لمحاولة زحزحتها بدعوة التغير. لا، الأخلاق ثابتة وثابتة عند جميع الشعوب، ولو أنها تتعرض أحيانا لهزات، لأن الهزات ليست جديدة، والاختلاف النسبي في الأخلاق بين الشعوب أيضا موجود دائما. فإذا الأخلاق الأساسية التي يؤمن بها الناس ويعلون شأنها ويمجدونها ويؤمنون بأحقيتها، هذه ثابتة عندنا وعند غيرنا على تفاوت فقط، تفاوت نسبي وتفصيلي فقط. وإلا إذا درسنا الأخلاق كما تقررت عند فلاسفة اليونان على سبيل المثال، لأن هذا أقدم ما بين أيدينا، هذه الأخلاق هي نفسها كما يقرر علماء الأخلاق المسلمون، العفة والشهادة، العفة والشجاعة والشهامة والعدل والإحسان إلى آخره.
فإذا الأخلاق ثابتة، الأخلاق ثابتة وإن كان فيها اختلاف نسبي، وفيها أيضا نوع من الهزات كما في غيرها كما سنرى، ولكنها لا تلغي الأخلاق ولا تجعل أخلاق اليوم هي غير أخلاق الأمس أبدا. مما هو ثابت في الإسلام العبادات، وهذا ثابت في جميع الديانات، لم تأتي أي ديانة على أساس أن تكون عقيدة أو عقيدة وشريعة معاملات، جميع الديانات فيها المعتقدات وفيها العبادات، وذكر القرآن الكريم الزكاة والصلاة والصيام في الأمم السابقة والحج كذلك. فجميع العبادات وجدت، ربما تختلف في تفاصيل ومقادير إلى آخره، ولكن العبادات أمر ثابت في الديانات كلها، ومن باب أولى ثابتة في الإسلام. والعبادات كما هو معروف عند العلماء وعند كثير من المسلمين يفهمون هذا، العبادات هي أدوية ومعالجة لما سبق من آفات النفوس، لأن كل شيء ثابت في الدين إنما يقابله شيء ثابت في النفوس البشرية والحياة البشرية والسلوك البشري. فالعبادات من جملة ما تعالجه آفات النفوس وأمراضها من قلق وأنانية واستكثار وحب انتقام إلى آخره. في هذا يقول كلمة لطيفة لابن رشد، لأبي الوليد بن رشد الحفيد، وأستاذ بولوز متخصص فيه يمكن أن يفيدنا أكثر. يقول ابن رشد رحمه الله: نسبة الطبيب إلى صحة الأبدان نسبة الشارع إلى صحة الأنفس. أعني بالطبيب، أعني أن الطبيب الذي يطلب أن يحفظ صحة الأبدان، إذا وجد أن الطبيب الذي يطلب أن يحفظ صحة الأبدان إذا وجدت ويستردها إذا عدمت، هذه هي مهمة الشارع أيضا. يقول: والشارع هو الذي يعتني بهذا في صحة الأنفس. إن إذا الطبيب في صحة الأبدان، والشرع والعبادات التي جاء بها والأخلاق التي جاء بها هي لمداواة النفوس ولمعالجة النفوس. لكن ما لم يذكره ابن رشد، طبعا ربما لم يقتضيه سياقه في كتاب فصل المقال، هو أن في الشريعة حفظ الأبدان أيضا بشكل لم يتحقق إلى الآن في الطب وفي التقدم العلمي إلى آخره. نحن نرى هذه الجائحة كانت امتحانا للطب وللأجهزة الطبية وللأجهزة وللطواقم الطبية وللجيوش البيضاء كما يسمونها، كلها إلى الآن تقف عاجزة أو مرتبكة أو منهكة بسبب هذا الذي نعيشه منذ سنة ونصف. الإسلام جاء بقواعد الصحة، قواعد السلامة البدنية وليس فقط النفسية، والمجال لا يسمح بالتفاصيل في ذلك. فالنظام الغذائي ونظافته واحتياطاته وتوجيهاته وآدابه، المئات منها يصب في حفظ الأبدان وفي حفظ الصحة وفي حفظ الأبدان، مثلما له عناية أكبر في حفظ النفوس ومداواة النفوس. فلذلك هذه الأمور ثابتة في الإسلام كما هي ثابتة في الأديان الأخرى، ولكن في الإسلام من حيث إنه الرسالة الخاتمة هذه الأمور نتصور أنها جاءت بأشد كثافة وأشد تفصيلا لما تحتاجه البشرية. هذا عن ثوابت، هذه لمحة عن ثوابت الإسلام. وكما في الحياة البشرية ثوابت، في الإسلام ثوابت تقابلها وتعالجها وتتكامل معها. هناك أيضا متغيرات في الإسلام أو أبواب للتغيرات أيضا تتشابه مع ما تقدم، تتشابه إلى حد ما وتتداخل نسبيا. من ذلك ما هو معروف عند فقهائنا أن الوسائل قابلة للتغير، وفيها من المرونة الوسائل والكيفيات والأساليب
يعني لا فيها من المرونة والسعة وإمكانية التغيير والتطوير ما لا حد له. الوسائل تتبع المقاصد، فإذا الوسيلة المحضة كما يقول ابن تيمية لا غرض للشارع فيها، الوسيلة المحضة التي ليست مطلوبة لذاتها وإنما هي مطلوبة لغيرها. فإذا الوسائل والكيفيات، مثلا كيفية إجراء العقود، العقود قديما تتم بالمجلس ووحدة المجلس، ذلك جاء أيضا الحديث عن خيار المجلس في الفقه، وتتم بالشهود وتتم بالكتابة أو بالإشهاد الشفوي أو كذا. اليوم يمكن أن تتم بجميع الوسائل التي تحقق ذلك وتحقق الثقة بين الناس في عقودهم. الوسائل لا حصر لها اليوم، يمكن أن تتم بها عقود الزواج وعقود البيع والشراء والإجارة والتمليك والتفويض والإنابة إلى آخره. كذلك المتغيرات واسعة، بابها واسع ومرن في العادات، عادات البشرية، العادات الفردية والعادات المجتمعية والعادات القبلية والعشائرية إلى آخره، في الألبسة والأطعمة والضيافات والولائم والحفلات والزيارات والعمران. هذه كلها أمور لا حجر فيها والباب فيها مفتوح، ومن شاء أن يسابق الريح فليسابقها، ليس فقط يسابق الأمم الأخرى بل له أن يسابق الريح في ذلك سرعة واندفاعا. إذن كل ما له سبب، يعني هذه هي الخلاصة في المتغيرات، كل ما له سبب ظرفي أو عرفي أيضا يكون قابلا للتغير. كل أحكام ولو جاءت منصوصة أو كانت اجتهادية أو كان فيها إجماع، إذا بنيت على سبب عرفي أو سبب ظرفي. السبب العرفي هو عرف الناس حتى ولو كان استمر قرونا، لكن إذا تغير تغير الحكم. هناك أعراف راعاها الإسلام وقد كانت في العربي لزمن لا ندري كم هو، قديمة راسخة، فلما تغيرت تغير الحكم، يجب أن يتغير الحكم الذي بني على العرف. وكذلك ما يكون ظرفيا الآن مثلا فتاوى تصدر في ظل هذه الجائحة التي نحن فيها، يجوز كذا ويجوز كذا ويجب كذا إلى آخره ولا يجوز كذا. كثير من الأمور في الجنائز، في المساجد، في العلاقات، في الزيارات، في كل المجالات هناك قيود وهناك فتاوى حول هذه القيود، تجيزها أو تمنعها أو تمنع الناس أو كذا، لكن هذه كلها فتاوى ظرفية. فإذا تغير الظرف تغير ذلك. إذن هذا يعني هذا كما هو موجود أيضا في القوانين هكذا هو في الشريعة. فإذا الأشكال والوسائل والأساليب والعادات وبصفة عامة كل ما هو ظرفي أو عرفي فهو متغير وقابل للتغيير، بل يجب أن يتغير لتغير أسبابه ودواعيه إلى آخره. من هذه المتغيرات، وأضرب مثالا للمتغيرات الكبيرة التي وقعت في الإسلام، ليس بين زمننا وزمن النبوة بل في زمن النبوة وقعت تغيرات كبيرة، لأن سببها كان ظرفيا وبعضها سبب عرفي، ولكن أذكر مثالا للتغير لسبب ظرفي. تغير الحكم بسبب أنه كان مبنيا على أمر ظرفي وهو الهجرة. المسلمون في السنين الأولى وفي مرحلة معينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ربما أكثر المسلمين من مكة، هاجروا إلى المدينة، أنزل الله تعالى من الآيات ما يجعل الهجرة المسلمين جميعا إلى المدينة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا وفرضا لا عذر فيه إلا من أكره وغلب على أمره. كل من يستطيع أن يهاجر فالهجرة كانت واجبة، بل إن الهجرة في عدد من الآيات فيها ربط بين الهجرة وتمام الإيمان، الهجرة وصحة الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا، والذين آمنوا ولم يهاجروا
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر. الولاية تنقطع بين الذين المؤمنين الذين هاجروا في المدينة والمسلمين في شتى القبائل الذين لم يهاجروا. يقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا طبعا فيه تعريض بالمؤمنين الذين لم يهاجروا، طبعا لم ينفع عنهم الإيمان في أي نص من النصوص، لكن كما ترون إيمانهم يصبح محل نظر وفيه نقص وفيه عيب. فإذا كان إسلام المسلمين وإيمان المؤمنين لا يكتمل ولا يصح ولا يتبرأ من المطاعن والشبهات إلا بالهجرة. يهجر الإنسان قبيلته وأرضه ودياره وأقاربه وأصدقاءه ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا في سبيل الله. كان هذا من أشد الواجبات، حتى إن المسلمين في هذه المرحلة كانوا يبايعون على الهجرة، يبايع يسلم ويبايع من جملة ما يبايع عليه تأخذ منهم البيعة على الهجرة إلى المدينة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. في هذه المرحلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من المسلمين الذين لم يهاجروا وبقوا مقيمين بين أقوامهم المسلمين. لكن هذا الحكم تغير تغيرا كبيرا بعد ذلك لتغير الظرفية، الظرف الذي أتى بهذا الحكم تغير، فتغير الحكم الذي بني عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة، لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن ماذا بقي؟ جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ولكن مع ذلك بعض كثير من العلماء، وليس بعض العلماء فقط، كثير من العلماء ذهبوا إلى أن هذه الهجرة التي رفعت أو ارتفع وجوبها أو نسخ وجوبها إنما هي الهجرة من مكة بعد أن فتحت مكة، وبقيت الهجرة بالنسبة للقبائل الأخرى. إذن كأنهم أيضا يراعون أن مكة فتحت فرفع عنها هذا الحجر أو هذه الهجرة الواجبة وبقيت. ولكن أيضا علماء آخرون يرون أن فكرة الهجرة قد انتهت نهائيا، وهذا هو الذي أميل إليه. ولكن جهاد ونية، وإحنا ما زلت مع هذا الموضوع وهذا المثال، ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد وبقيت النية الصادقة في هذا الجهاد وفي غيره من الأعمال. والجهاد كما تعلمون شعاب وأشكال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النسوة اللواتي جئنا يريدنا الجهاد ويطالبنا بالجهاد، فقال: جهادكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا هناك أنواع من الجهاد لا قتال فيها، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم أي للقتال، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه العبارة من الحديث النبوي الشريف تفيد أن الحرب والقتال إنما يأتي بالاستنفار، ومن صاحب الاستنفار هو صاحب الأمر والنهي في البلد وفي الدولة. ولذلك قرر العلماء أن إعلان الجهاد هو من صلاحيات الدولة ومن صلاحيات ولي الأمر، حتى يقدر ومن معه من العلماء هل هناك موجبات لهذا الجهاد، هل هناك ظروف لهذا الجهاد، أليس هناك بدائل إلى آخره. فإذا القرار يأتي من جهة عاقلة مدبرة حكيمة، فإذا استنفرت الناس يجب أن ينفروا معها. في موضوع الهجرة لكي أبين كذلك الثوابت والمتغيرات من خلال موضوع الهجرة، هناك حديث رواه عدد من العلماء في مصنفاتهم وفي مقدمتها صحيح ابن حبان
وغيره والبيهقي ومحدثون عديدون رووا هذا الحديث، أريد كذلك أن نقف عليه وننظر فيه. وهو الحديث المعروف بحديث فديك. فديك هذا صحابي، وهو فديك بن عبد الله العقيلي. هذا الصحابي كما يروي حفيده عن ابنه حديث عن صالح بن بشير بن فديك أن جده، جد صالح، أن جده فديكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنهم يزعمون أن من لم يهاجر هلك، إنهم يزعمون أن من لم يهاجر هلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فديك، أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجرا. يا فديك، أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء، كلمات جامعة، وخاصة الكلمة الأخيرة، واهجر السوء واسكن، بعد ذلك أسكن في أي أرض من أرض قومك تكن مهاجرا. أنت حينئذ مهاجر، إذا هجرت السوء وأقمت الواجبات لك درجة المهاجر ولك صفة المهاجر، لا سيما أنه جاء يبحث عن حقيقة الأمر ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الجواب النبوي كان في الوقت الذي ذكرناه، أن إما أن الهجرة قد سقط وجوبها، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال فديك وقبيلته وعشيرته أنه في مأمن عن دينه، فله أن يبقى إذا كان يستطيع أداء واجباته وفرائضه، فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الفواحش والمساوئ، فحينئذ يسكن حيث شاء ويكون مهاجرا. وفي رواية أخرى: يا فديك، أقم الصلاة وصم شهر رمضان وحج البيت وقر الضيف. قرا يقري الضيف، أي أكرم الضيف وأطعمه حين يأتي، واسكن أي أرض قومك شئت. يعني طفيف في بعض الواجبات، بمعنى أن إذا جمعنا الروايات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا كنت في بلدك وبين قومك المشركين وقبيلتك المشركة تستطيع أن تقيم فرائضك وأن تجتنب الفواحش والمناكر فأقم حيث شئت، وأنت إن شاء الله مهاجر. هجرت المحرمات وهجرت الفواحش فأنت مهاجر. فإذا مدار الأمور على أن يستطيع الإنسان أن يقيم المقاصد، وبعد ذلك يقيم أو لا يقيم. وهكذا يقال اليوم، يعني قبل عقود كان كثير من الناس يفتون المسلمين الذين هاجروا إلى الديار الغربية في أوروبا وأمريكا، فيقولون لهم: لا مقام لكم، فارجعوا، ويأتونهم بهذا الحديث الذي ذكرته: من يعني أنا بريء ممن يقيم بين المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالآن الحديث واضح جدا أنه فعلا الإنسان إذا كان مهددا بضغوط تخرجه عن دينه وعن فرائضه وعن عقيدته هو أو أولاده، هذا طبعا يقال له: لا مقام لكم، فارجعوا. لكن إذا كان الإنسان آمنا على عقيدته وشعائره وفرائضه، ولا أحد يكرهه على المحرمات كشرب الخمر أو غيرها، فيقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واسكن أي أرض من أرض قومك شئت. وأخيرا، ونحن نتحدث عن هذه التغيرات، أريد أن أنبه على أن من بين التغيرات التي هي في ظاهرها تغير وسائل، لكن لها تأثير كبير، وجانب آخر من التغيرات ليس تغير وسائل، وإنما هو في صميم تغيير المقاصد الشرعية والمقاصد البشرية والمقاصد الفطرية. أخطر أنواع التغييرات التي أراها في هذا العصر، هناك أمران عندي هما أخطر التغيرات التي حصلت في هذا العصر.
أول ذلك، أول الأمرين هو الحرب على الأسرة وقيمها ونظمها عبر العالم. هذه تغيرات وقعت وما زالت الدعوة قائمة لمزيد من وقوعها واكتساحها. اليوم ومنذ عشرات السنين، منذ عقود، على الأقل منذ عقود، وربما نقول منذ الحرب العالمية الثانية فما بعدها، منذ أكثر من نصف قرن، هناك حرب على نظام الأسرة وعلى قيم الأسرة، قيم الأسرة جميعا، بما في ذلك احترام الوالدين وبر الوالدين وطاعة الوالدين، بما في ذلك العلاقات الزوجية، بما في ذلك الحياة الجنسية وفلسفتها وتصورها. هناك حرب شرسة ماحقة شديدة الضراوة على نظام الأسرة وعلى قيم الأسرة، تتمثل في زعزعة كل القيم التي يقوم عليها الزواج، بل الزواج نفسه ترمي إلى زعزعة فكرة الإنجاب. الآن ساد بنسبة كبيرة في الغرب، وعندنا ربما بنسبة أقل، أن المرأة لم تولد للإنجاب. لماذا المرأة تولد؟ فإذن هناك عزوف وكراهية وتكريه وتنفير في مسألة الإنجاب واستخفاف واستهجان للإنجاب. طبعا هذا يهدد الآن الغرب، ولكن يهددنا نحن لأنه ينتشر بدرجة أو بأخرى. حتى قرأت اليوم أن أحدهم كتب يقول: من حق المرأة أن ترفض الإنجاب حفاظا على جمالها. فأجابته امرأة وليس رجل: حبذا لو أن أمك حافظت على جمالها، بمعنى لم تلد، يا ليتها لم تلد أيضا. فإذن ومثل هذا قضية الإجهاض، الإجهاض نقول أيضا للإجهاضيين: يا ليت أمهاتكم قمنا بالإجهاض الذي تطالبون به، إلا ما رأيناكم أنتم. فإذا الإجهاض والتزهيد والتحقير لوظيفة الإنجاب والتشجيع على الشذوذ الجنسي عند الجنسين معا، بل إن بعض المنظمات وبعض الدول وبعض القوانين التي صدرت تجعل من المثلية الجنسية ومن حرية الشذوذ الجنسي قضية مقدسة، أصبحت الآن في الغرب تأتي في الدرجة الثانية بعد قضية اليهود والهولوكوست، قضية لا تمس ولا يمكن من، حتى الأطباء الآن لا يستطيع الطبيب أن يقول إن العلاقات الجنسية المثلية أو الشذوذ الجنسي فيه الأضرار الفلانية من الناحية الطبية، إذا قال هذا يدخل تحت طائلة التجريم والعقاب. فإذن هذا الشذوذ الجنسي الذي تشتغل مؤسسات ودول ومنظمات أممية على قدم وساق لنشره وتعميمه وإنهاء كل قداسة لما يضطه الحياة الزوجية والعلاقات العائلية. إذن هذه إشارات فقط، يعني تشجيع أو منع زواج الصغيرات، ولا أقول القاصرات، القاصرات نعم، لكن هم يقصدون الصغيرات 16 سنة و 17 سنة و 18 سنة، الحرب على هذا الزواج. يعني هناك يعني ثقافة التحريض على الأبوين على الأزواج إلى آخره. فإذا أشكال عديدة جدا تستحق محاضرة أو كتاب بمفردها. هذه متغيرات حقيقة في الثقافة البشرية وفي السلوك البشري وفي السياسة البشرية المعاصرة، السياسة الدولية البشرية المعاصرة. فإن دولا تتعرض لضغوط شديدة، خاصة الدول الإسلامية تتعرض لضغوط شديدة لكي تسير في هذا الطريق. فهذا متغير شديد الخطورة، رغم أنه طبعا هو ينافي الفطرة ولذلك لم يجد اكتساحا، لأن الفطرة الآن هي أول شيء يقاومه. لكننا حين ننظر في الغرب نجد أن هذه الدعوة وهذه الدعاية وهذه الجهود يعني قد حققت الشيء الكثير، معناه أنها يمكن أن تزحف على بقية المجتمعات. الأمر الثاني الذي أراه من أخطر ما عرفه زماننا هو التضليل الإعلامي والغزو الإعلامي بفضل الوسائل الناسحة التي تحققت لهذا العصر، ولكن أيضاً بفضل شيء آخر أو بسبب شيء آخر، وهو أن الدعاية والتضليل
يعتبرونها في الغرب أصبحت علما قائما بذاته. كيف تستطيع خداع الناس والتأثير عليهم وتوجيههم ساعة بعد أخرى ويوما بعد آخر؟ فوسائل الإعلام صحيح أنها خير في حقيقتها وفي أصلها، خير كبير جدا وتقدم كبير، لكن استعمالها في التضليل والتزييف والغزو الثقافي هذه أصبحت كارثة عظمى على البشرية. هذا يشتكي منه المثقفون والمفكرون في الغرب. وطبعا ربما هناك كتاب لمفكر فرنسي حول التلفزيون ودوره في التضليل، كتاب وفيه تجارب شخصية لمؤلفه. وهناك كاتب كندي أصدر كتابا تقريبا هكذا سماه حكم التافهين، أو تقريبا هكذا، إن كل ذلك بسبب وسائل الإعلام تستطيع أن تصور التافهة أو الرويبضة كما في الحديث، أن تصوره بطلا وعبقريا وزعيما ومخلصا ومنقذا. كل هذا بالتضليل وقلب الحقائق تماما. فإذا وسائل الإعلام معتمدة على علم خاص بكيفية تضليل الناس وكيفية توجيه عقولهم وتوجيه عواطفهم وثقافتهم وميولهم، يعني تمثل خطرا ماحقا على البشرية وعلى المجتمعات. ولذلك يعني الآن الدعاية التي تنبني على هذا العلم وتنبني على توظيف وسائل الإعلام توصل المجرمين إلى الحكم وتوصل التافهين إلى الحكم، والتافهون حينما يصلون هناك من يحكم وراءهم. فإذا ولكن الظاهر أنه الرئيس الفرنسي أو الرئيس الأمريكي السابق أو كذا، يعني يحكمون رؤساء ولكنهم تافهون وهم مجرمون، ومع ذلك وسائل الإعلام استطاعت أن تأتيهم بنسبة 52% أو كذا من الأصوات. فإذا التضليل الإعلامي الثقافي الذي يشوه على الناس دينهم وثقافتهم وتفكيرهم السليم، هذا شيء خطير جدا. ولذلك أقول هذا يجب أن يواجه بأقصى درجات اليقظة والحيطة والحذر. هناك ناس مثقفون وجامعيون وكذا يقعون ضحية نشرات الأخبار والتحاليل المغلوطة وأشرطة الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي التي تشن فيها حملات مأجورة ومصنوعة إلى آخره. فإذا ها هنا يجب أن يكون هذا المجال أرضا للمعركة بين دعاة الحقائق ودعاة تزييف الحقائق. هذا تغير تغير كبير. وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نرى أنه تقريبا أحيانا في كل شهر أو شهرين نجد تطورا في هذه الوسائل وسهولة أكثر. وطبعا من يتحكم فيها أكثر؟ يتحكم فيها أصحاب القرار وأصحاب الإمكانيات، من لهم الصلاحية السياسية للتشريع والأمر والنهي والمنع والسماح، ومن لهم الإمكانيات المالية. صحيح أن هذه الوسائل بعضها يعني متيسر الآن لعامة الناس وأصبح يشكل منفذا ومتنفسا، ولكن يبقى أن أصحاب الأموال وأصحاب القرار هم الذين يتحكمون في 90% من هذه الوسائل وما تبثه وما تنشره. أتساءل أخيرا عمدا عن موضوع يراه عدد من الإخوة ومن الناس وخاصة من المسلمين أنه من أخطر التطورات التي وقعت في الشهور الأخيرة، يعني في السنوات ولكنه تسارع في الشهور الأخيرة، وهو التطبيع. ويعتبرونه أخطر شيء، أخطر تطور وأخطر تغير وقع، لأن كثيرا من الناس قد استسلموا وانساقوا معه، وكثير من الناس يحسون بخطره ويستعدون كيف يتعاملون معه إلى آخره. فأنا أقول هذا أن التطبيع الذي وقعت فيه بعض الدول العربية، وذكرت هذا في بعض ما قلت سابقا، له طبعا مخاطره وله تداعياته ونحن نعيش إشكالاته، لكنه ليس بخطورة ما سبق، لأنه ليس اختراقا للشعوب وليس اختراقا للقلوب العربية والإسلامية، إنما هو اختراق للأنظمة الحاكمة، لبعض الأنظمة الحاكمة. أنتم تعرفون أنه إلى آخر لحظة والرئيس الأمريكي وصهره يرددان أن 5 دول
ستأتي 6 دول، ستأتي وذكروا أحيانا باسم قطر وإندونيسيا وعمان والسعودية، وفي الأخير تعرفون الحصيلة. فإذا ليس هناك خطر شديد عميق، لكن نبدأ من المواجهة، نواجه الأخطار الصغيرة والمتوسطة فضلا عن الكبيرة والكاسحة. فإذا هذا التطبيع، أولا تلاحظون جميعا، تلاحظون أن جميع الحالات التي وقع فيها التطبيع تم تدبيره سرا، يعني كما يقال قضي بليل حتى يفاجأ الناس به. هذا دليل على أن هذا الأمر مرفوض شعبيا، ولذلك يدبره بليل قبل أن تقوم يعني الاحتجاجات في وجهه والمحاولات إحباطه. والشيء الآخر أنه يظل محصورا كما هو معروف. والشيء الثالث هو أن الدول التي وقعت فيه كلها اقتيدت واستجرت من مشاكل تعاني منها. فالدولتان الخليجيتان كانت دوافعهما أمنية، أمن داخلي والأمن الخارجي، نظرا لهشاشة النظامين وضعف إمكانياتهما وخوفهما من إيران ومن الإسلاميين ومن دخلوا في هذا الحلف الشيطاني. السودان أدخلوها من باب الديون والاقتصاد المنهار، وكونها دولة مسجلة داعمة للإرهاب إلى آخره، فأرادت أن تحل هذه المشاكل بالاستسلام. المغرب أخذ من زاوية قضية الصحراء التي يعاني منها منذ ما يقرب من نصف قرن، يعني لكي يعالجها كما يظن، فدخل في هذه الورطة. بمعنى ليس هناك دولة في وضعية مريحة أو وضعية سوية دخلت في هذا التطبيع. حتى الحكام إذا دخلوا كل واحد بتكبير، ولا نقر ذلك، لا نقر من ذلك شيئا، ولكن لا أحد دخل يعني بدون سبب وبدون ظرفيات، يعني بدل أن يحلها بطريق سوي حلها بهذه الطريقة. فإذا هذا المتغير أراه محدودا، وها سيظل هامشيا إلى أن يزول، إلى أن يزول إن شاء الله. لا أدري، لا أستطيع أن أقول في كم سنة سيزول، لكن سيزول حتما، وسيظل ما ظل سيظل هامشيا ومحدود التأثير، وليس في خطورة الأمرين السابقين اللذين ذكرتهما. خلاصة ما أريد من هذه المحاضرة أن التغيرات الحقيقية التي لابد منها وتعتبر تطورا إيجابيا وهي كثيرة جدا في هذا العصر، هذه يجب التمسك بها واحتضانها والترحيب بها والتعامل معها والاستفادة منها. وهذه الأمور الخطيرة يجب التصدي لها، وبالله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا أستاذنا الجليل، أكرمك الله بالصحة والعافية وبمزيد من العطاء لما تحتاجه الأمة. في انتظار بعض المداخلات اليسيرة، إذا هناك بعض الأسئلة المكتوبة. إذا في انتظار عودة الشيخ، الإخوان اللي عندهم رغبة في التدخل يرفعوا اليد، خاصية اليد تيسهل علي ترتيبهم. إذا قلت أول المطالب المكتوبة هو تطوير هذه المحاضرة من شيخنا الجليل إلى كتاب حتى يتاح له الفرصة في مزيد من التفصيل ومزيد من الأمثلة. إذا هذا مطلب من المطالب. ثم سؤال يتعلق بمشاكل الطفولة في أوروبا بالنسبة للمسلمين. قال السائل بأن هذا الأمر يؤرقنا فعلا، يعني أبناؤنا في أوروبا عامة وفرنسا خاصة، مما يجعلنا في حيرة من أمرنا، هل نواصل حياتنا هنا ويكون أبناؤنا في خطر كبير، أم نعود إلى أوطاننا التي هي بدورها سائرة في نفس النفق لكن بشكل أخف؟ إذا كأنهم يستشيرون الأستاذ، ما العمل أمام هذا الهجمة الشرسة من مثل هذه الدول، وخصوصا أنها بدأت تستهدف الهوية وتستهدف ثوابت الأمة. إذا أعطي بعض تدخلات، ولكن إخوان لا نريد
تعليقا وتعقيبا وكانوا أسئلة مباشرة يعني علينا. الأستاذ التزم معنا أو التزمنا معه بنصف ساعة هي التي بقيت، يعني الثالثة عندهم أو الثالثة وخمس دقائق عندهم المغرب. فنرحم الأستاذ طب الحال، فالصوم يوم بكامله ثم يضيف له المحاضرة. إذن فلهذا بقيت معنا يعني نصف ساعة إن شاء الله تعالى. إذا الأستاذ مشتاق نزار تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرآن السي أحمد الرسولي الذي ألفنا منه دائم الجديد، الله عز وجل أن يتقبل منه وأن ينفعنا بما سمعنا منه. سؤالي هو كالآتي: المثال اللي ذكر السي أحمد الرسولي الهجرة كيف كان الحكم ديالها وكيف تبدل، الذي نسخ الحكم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يعتبرون أيضا هذا الظرف تغير في مسألة الأسرة، وقل لك أبديت أن الظرف لا تغير، فما الذي سيحكم في هذه القضية هذه؟ وقد هما يقسمون العلماء إلى متشددين متنورين باش يدخلوا لهذا الباب هذا. وزاكم الله خير. أنتم جزاء محفوظ النجم، تفضل سي محفوظ. جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وبارك الله في وقتكم وعلمكم شيخنا ونفع بكم. سؤالي لفضيلة الشيخ حول أمر يطرح نفسه في هذا الوقت من كل سنة، وهو حول إخراج زكاة الفطر نقدا، حيث ينقسم الناس إلى فريقين حسب قول العلماء. القول الأول يقول بالمنع، القول الثاني بجواز إخراج القيمة، فهل هذا الحكم من المتغير أم أنه من التوابل؟ وجزا الله خير وزادك من خير. عفوا ما هو؟ أعيد أعيد عود سؤال حول إخراج زكاة الفطر نقدا، حيث ينقسم الناس إلى فريقين حسب قول العلماء. القول الأول يقول بالمنع، والقول الثاني بجواز إخراج القيمة، فهل هذا الحكم من المتغير أم أنه من التوابل؟ أحد السائلين قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ عبد الرحمن يقول الوسائل لا تعطى حكم المقاصد، ويعتبر التطبيع مع الصهاينة قد يكون محمودا في ظروف ما وملابسات ما. إذا نريد تعليق الأستاذ بخصوص هذا التطبيع، من يرى فيه بعض الإيجابيات، فهل هناك من إيجابيات في هذه المصيبة؟ ثم الأستاذ عبد الرحمن من الراشدية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الإخوان ديالنا في إقليم الرباط، ودعوتنا لشيخنا سيدي أحمد بالبركة في الجسم والعلمي، وحفظه الله لأمة الإسلام جميعا. عندي سؤال مباشر من خلال ملاحظة ديال التعامل ديال الحركات الإسلامية، وخاصة العربية، خاصة منها العربية، مع وسائل الإعلام، بأن هناك منصات كبيرة ومواقع كثيرة، أقصد مواقع ديال أبناء هذا التيار الإسلامي، همهم الوحيد هو مواجهة هذه الهجمات الإعلامية بين قوسين بالنقد وكذا والملاحظات، ولكن لا نجد في الساحة منابر إعلامية وإنتاجات إعلامية ومشاريع إعلامية بحجم ما نجده حتى عند المسلمين الآخرين، مثلا الشيعة أو غير العرب. أنا أتساءل هل هناك في فكرنا في شريعتنا ما يمنع من تطوير الجانب الإعلامي؟ ما هي الموانع، ما هي الحواجز التي تحول دون أن نحقق الريادة في الجانب الإعلامي الذي هو أهم جانب من الجوانب الآن، أهم فعل من الأفعال اليوم؟ شكرا لك. شكرا لك الأستاذ الكريم. أزاوج بين الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفوية. إذن هناك سؤال من عبد العظيم العمراني: هل ما يزال هناك أمل في المشاركة السياسية في الدول العربية؟ يعني هل يبقى مبدأ المشاركة قائما رغم العراقيل التي نعرفها في هذه المشاركة؟ السؤال أيضا يعني أعطي الكلمة للأستاذ رشيد نصري تفضل. رشيد نصري يفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. باختصار الله يجزيك خير. قدر
من الأسئلة. نعم، بارك الله فيكم وتقبل الله من شيخنا سيد الدكتور أحمد الريسوني. لي سؤالان فقط. السؤال الأول، اليوم بعد أن دخلت الحركة الإسلامية لتدبير العمل السياسي، ماذا بقي من ثوابت على اعتبار هذا الاختلاط الذي حدث وهذه الاجتهادات التي نرى اليوم؟ ماذا بقي من ثوابت في اجتهاداتها أو من متغيرات؟ الأمر الثاني، وهو ما هو دور الحركة الدعوية اليوم في مقارعة هذه يعني التغييرات الجذرية التي تستهدف كينونة هذا الانتباه ذاته؟ وبارك الله فيكم دكتور. السؤال الثاني، عفوا، كنت أسجل الأول فاتني يعني الثاني. دور هذه الحركة الدعوية، أيوة، في ماذا؟ مواجهة هذا يعني محاولة هذا التغيير لهذه الثوابت التي هي ركائز عندها. نرى اليوم الفصل 409، نرى اليوم يعني لإباحة المخدرات أو الحشيشة وغير ذلك، نرى يعني لهذه يعني للمطالع يعني المستويات في الإيرت والمطالبة بها من طرف يعني هناك زحف على ثوابت هذه الأمة. ما دور هذه الحركة الدعوية يعني في يعني الرجوع إلى إعادة بناء هذه الثوابت في الأمة؟ بارك الله فيكم شيخنا. سؤال كتابي، ألا تعتبر التربية والتعليم من أخطر الأمور؟ يعني بالإضافة إلى ما ذكرتم من الأسرة والإعلام. سؤال شفوي. سعيد إذا عمرت تفضل، فعل الصوت سي سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باختصار، الله يجزيكم بخير. سؤال باختصار شديد، ما جديد الشيخ في كتبه؟ ثم ما أحوال شيخنا الدكتور يوسف قرضاوي في هذه الأيام؟ نسأل الله تعالى الشفاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا. الكلمة للدكتور عبد الغفور بركاني، فليفعل الصوت. باختصار، الله يجزيكم بخير، فعل الصوت السي بركاني. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. فرصة سعيدة أن نتواصل معكم ومع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني. وإذا سمح المسير، عندي سؤالين. الأول يتعلق بالأحاديث التي أوردها الشيخ المتعلقة بالعيش بين ظهرانين الكافرين وبين أظهر الكفار، كما جاء في الحديث أنا بريء، يعني الحديث فيه ما فيه من التخويف، أنا بريء مما يقيم بين أظهر المشركين. وفي حديث آخر، نار الكافر ونار المسلم لا تتراءيان. ونحن الآن إذا ما أردنا أن نجد مسوغا للمكوث بين ظهور الكفار، فإن الواقع يطرد المسلم طردا ليعود إلى بلاده. ولا يمكن أبدا في محاولة لتلميع يعني فكرة المكوث بين الكفار أمام هذا الواقع الذي نعيشه، واقع مزري جدا، يتعلق بالاضطهاد، يتعلق بالهوية من الدرجة الأولى. واضح أستاذ، زيد السؤال الثاني. صافي، ما تفصلش بزاف، زيد. الأمر الثاني يتعلق بمجابهة يعني هذه القوى العالمية وهذه المنصات التي تشن هجمات شرسة على الكيان الإسلامي بصفة عامة. أقول في ظل هذا التشرذم وهذا التمزق في صف الأمة، كل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كل يدعي الصواب ويدعي الحق. وأحيانا إذا ما أردنا أن نجد مسوغا لكثرة هذه الفرق، نقول أن هذه الفرق هي حركة إيجابية وصحية وكلها تنصرف في بطاقة واحدة. شكرا جزيلا. إذا السؤال واضح. سي عبد الرحمن الزواوي، تفضل. سي عبد الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الجليل على هذه المحاضرة الرائعة، والشكر كذلك موصول لدكتورنا الكريم بولوز وكذلك المستمعون. سؤالي شيخي، بارك الله فيكم، قضية المصالح والمقاصد، فكل من يريد أن يتملص من فكرة ما يعتمد على المصالح والمقاصد لتسويغ فكرته ونظريته، ما رأيكم في هذا الأمر؟ بارك الله فيكم شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأضيف سؤالين فقط وأكتفي. إذن سي حسن قشتون، تفضل. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
تحية صادقة للدكتور أحمد الريسوني وللسي محمد بولوز، والشكر لإقليم الرباط على تنظيم هذه المحاضرة. سؤال باختصار إلى السيدي أحمد هو: هل يمكن لمؤسسة اتحاد علماء المسلمين أن تصبح قوة مؤثرة وتنزل من مستوى النخبوي إلى المستوى الشعبي من أجل أن توجه ما يحدث من تغيرات في هذا العالم، لا سيما وأن وسائل التواصل الاجتماعي الآن متاحة إذا لم تكن وسائل الإعلام الرسمية في يد الاتحاد؟ وشكرا لكم والسلام عليكم. شكرا سي حسن. الصالحي محمد بعد الصوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للشيخ السي أحمد الريسوني لكل الإخوة الحاضرين والأخوات الحاضرات. باختصار الشيخ لما قال منذ لحظات على أن لا تخويف من التطبيع بالشكل بالهول الذي نعطيه، ولكن نلاحظ الآن بدأت مجموعة ديال الأنشطة تبت على المستوى التعليمي وعلى المستوى الفني. بدأنا نرى مجموعة ديال الأفلام، نتكلم فقط عن المغرب، التي بدأت إقحام الفكرة ديال تقبل والتعايش مع الآخر حتى ولو كان يعني إسرائيليا. ومجموعة من الأعمال الفنية الآن التي تمول من طرف منظمة يهودية، ألا يرى الشيخ على أن هذا ضرب يشكل خطورة في تغيير على الوطن العربي بشكل عام؟ وشكرا. شكرا سي الصالحي. إذا تجاوزا أضيف أخوين فقط. عبد الكريم الحميدي تفضل. السلام عليكم. باختصار شيخ، أنا ذكرتم المشاعر القومية كمشاعر طبيعية وعادية، لكن ملاحظ أن النزعة القومية تجتاح العالم اليوم وبأشكال متطرفة جدا غير مسبوقة. إلى أي حد يمثل هذا تحديا يهدد الأمن والاستقرار والسلام العالمي؟ بارك الله فيكم. شكرا. أختم بالمهندس أيمن برشاشن تفضل. جزاك الله خير سي ولوس. أستاذ أحمد، هذه الجائحة ديال الكورونا هي من المتغيرات التي أصابت هذا العالم، وأنا عادة في الحديث مع الناس أحيلهم على كلامك في قناة الجزيرة في وجوب اتخاذ تدابير السلامة التي أمرت بها الدول والتي لم تأمر بها على حد تعبيرك. أنا أرى أنه مع الوقت هناك تراخي كبير في التنفيذ ديال هذه الوسائل ديال السلامة. واش هذا التراخي هذا هو أيضا تراخي في الحكم ديال الشريعة، يعني ذاك الوجوب نقص شوية ذاك الشيء علاش الناس نقصوا، أو لا مازال الأمر بالشدة التي كانت فيها البداية من وجوب اتخاذ هذيك الوسائل حفاظا على حياة الناس وخاصة ما نرى في الهند حاليا؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للمتدخلين، والكلمة لأستاذنا الريسوني فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. طبعا الأسئلة كثيرة ولذلك لابد من اختصار. نعم، قضية علة حكم الهجرة التغير الذي بني على هذه العلة، وفهمت أن السؤال هل يمكن أن يقاس عليها أو كذا إلى آخره. أولا من الأمور المسلمة أن التعليل مسألة غاية في الصعوبة والحساسية، فالتعليل يقوم به العلماء الثقات في دينهم وعلمهم، وما ذكرته يحيل على جماهير من العلماء والمفسرين، ليس مني أنا. أنا مؤيد للتعليل الذي ذكرته، والتعليل إذا ثبت أي حكم ثبت لعلة معينة وكانت هي العلة الوحيدة تنطبق فيه قاعدة الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما. إذن لا نغير
لا يتغير الحكم إذا كانت علة غير ثابتة مشكوك فيها، أو لمجرد قول واحد يخالفه آخرون، أو ثبت أن هناك علل متعددة. فزوال علة واحدة لا يغير الحكم، لأن الحكم إذا بني على علتين أو ثلاثة ما زالت له صلاحيته وما زال له سنده. إذن يتغير الحكم وفقا لقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا تأكدنا من العلة وكانت هي العلة الوحيدة، أو إذا كانت هناك علل متعددة لكن زالت كلها. فإذن على هذا الأساس الذي يمارسه ويراقبه أهل العلم، طبعا عدد من القضايا قيل فيها مثل هذا، ليس اليوم فقط وليس الآن فقط ولست أنا من يقوله. فإذن إذا أخذ الأمر بضوابطه ومن أهله، طبعا هذه قاعدة، نحن لا نتنكر القواعد ونعملها تارة ونهملها تارة أخرى. زكاة الفطر نقدا، هذه ليست مسألة جديدة، هذه من أول زمان قال بها المذهب الحنفي وهو كبير المذاهب الإسلامية، وقال بها فقهاء من غير المذهب الحنفي، لكن المذهب المالكي على الأقل كان متشددا في هذا الأمر، لأنه في العبادات لا يفتح باب تعليل وبناء الأحكام على التعليلات. لكن الآن جميع المذاهب تقريبا سلمت بصوابية الاجتهاد الحنفي، وأن زكاة الفطر وغيرها من الزكوات ومن الكفارات يعني تعطى بناء على مقاصد، حتى في الكفارة بدل 10 مساكين ممكن الإنسان 5 مساكين يطعمهم مرتين أو يكسوهم كذا إلى آخره. هذا كله مراعا في المذهب الحنفي وكله الآن القول به. وطبعا منذ سنوات قليلة المجلس العلمي الأعلى في المغرب أيضا أفتى بإخراج الزكاة بالقيمة، وليس عندنا وقت للإطالة في الحيثيات والاستدلالات على ذلك. التطبيع الذي يمكن أن تكون له فوائد أو كذا، طبعا شوف يا أخي الكريم، وحتى الخمر له فوائد، المخدرات لها فوائد، والحروب لها فوائد. القضية مش قضية فوائد، قضية نضع في الكفة الفوائد ونضع في الكفة الأخرى المصائب. التطبيع أولا يقوم على الاعتراف بالاغتصاب الكامل لفلسطين، ولاحظوا ليس هناك أي دولة مطبعة كتبت في اتفاقها أو في إعلانها أنها تعترف بإسرائيل في حدود 67، لا توجد. مع العلم عدد من دول العالم هذا هو قرارها وهذا هي وجهة نظرها. فعلى الأقل هل استطاع نظام واحد أن يقول إنه اعترف بإسرائيل إسرائيل لعام 67 لما قبل 5 حزيران أو 5 يونيو 67؟ لا يوجد. هل يوجد تطبيع وقع مع إسرائيل على أساس رفع حصار ولو جزئياً عن غزة؟ هل وقع تطبيع مع إسرائيل على أساس أن القدس لا نقاش فيها؟ لا أبداً، هو استسلام تام، اعتراف بإسرائيل على ما هي عليه بكل إجرامها واغتصاباتها المختلفة المستويات والمراحل. هذا اعتراف، هذه جريمة، هذا الاعتراف جريمة. هذا الاعتراف هو سكوت تام عن جرائم إسرائيل التي تتواصل يوماً بعد آخر. هذا الاعتراف وهذا التطبيع هو ضرب للفلسطينيين، هذا لا شك فيه، وإسرائيل ما تفعله إلا لهذا. وخاصة كلما طبعت مع نظام عربي كلما ازدادت تحقيراً وتهميشاً ودهساً للفلسطينيين. هذا من حيث الخسائر المبدئية العقدية والمبدئية. ثم بعد ذلك ينظر في الناحية الاقتصادية إلى آخره، وها هنا نسأل مصر والأردن ماذا استفادوا من إسرائيل. لا 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 يوجد شيء يستحق المقارنة، لا يوجد، إن وجد شيء لا يستحق المقارنة،
وإنما سيكون من قبيل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منافع، منافع لهذا النظام أو هذا الرئيس أو لهذه الحكومة، أو ممكن كما قلت جميع الجرائم فيها أو جميع الجرائم والمحرمات فيها منافع، لكن الميزان هو هذا. تقوية المجال الإعلامي الإسلامي طبعاً هو المانع كما تعلمون. أولاً الحركات الإسلامية والعلماء كلها مجردة من عناصر القوة، مجردة منها أي مسلوبة، يعني قبل أن تفكر أو لا تفكر مسلوبة. عارفون على سبيل المثال مثلاً في مصر لم يكتفوا باعتقال الإخوة المسلمين وقتلهم في الشوارع وقتلهم في بيوتهم وقتلهم في السجون وتشريد وإلى لا، صادروا أموالهم لأنها أموال مسروقة، صدرت الأموال تماما. يعني هذا شيء من بحر. هذا الأول. والثاني هو القرار السياسي الذي يسمح أو لا يسمح، وإذا سمح يمكن أن يحطمك في أي وقت. اسألوا الصحافة التي تم توقفها، هي لم يتم توقيفها من محكمة، لا توقفت. كيف توقفت؟ بما في ذلك التجديد، كيف توقفت التجديد؟ في ظل هذه الإكراهات والصعوبات تجري الجهود، وآخرها آخر الجهود استبشرت بها كثيرا جدا هي قناة قاف التي بدأت البث يوم فاتت شعبان الماضي، هي الآن عندها شهر ونصف، وقناة عظيمة وعمل جبار وممتاز جدا، خاصة وأنه تحاشى الإشكالات فركز على الجانب العلمي، وهو الجانب الذي عندنا فيه فراغ كبير. جميع الحالات هذه قناة الآن تسد مثلاً، أيضاً الصعوبات هي التي تمنع هذا الإبداع وهذا، ولذلك تجد الإسلاميين في الجزيرة وفي غيرها مبدعون ومتفوقون كعناصر، وتجدهم في الغرب مبدعين ومتفوقين كعناصر كأشخاص، لكن كجماعة أو جمعية أو حركة هذا لا يسمح لهم بأن يعني يتقدموا للأسف. المشاركة السياسية، يعني السؤال لا ينبغي أن ينحصر في لحظة معينة ولا في المغرب، لأن الآن الإخوة أظن بأثار المشاركة السياسية كلهم من المغرب. لا، ما المشاركة السياسية موجودة في العالم الإسلامي كله. التجربة المغربية أنتم تقيمونها وأنتم في المغرب، أنا كل حال أنا مستاء منها جدا، ولكن السيائي متعلق باللحظة، وهذه اللحظة قابلة لأن تصحح وتعدل وتحسن، كما أنها قابلة للاستمرار في الانتكاس. لا أدري، أنا ليس بيدي من الأمر شيء الآن، كما قلت أنا مرتعد ومستاء وخابت الآمال كثيرا، ولكن حكم يتعلق بلحظة معينة وبمكان معين وبحالة معينة. يعني هذا نفسه يقال لي السؤال، ماذا بقي من ثوابت المشاركة السياسية؟ هو هناك فعلا انزلاق يجعل هذا السؤال مشروعا. لا نقول ماذا بقي بمعنى لم يبقى شيء، ولكن نخشى على ما بقي ألا يبقى. ولكن مع ذلك هذا سؤال يجيبكم عنه من هم في المغرب ولست أنا. يعني دور الحركة طبعا حركة توحيد الإصلاح أو غيرها من الجماعات والجمعيات، يعني هناك جهود بدون شك سواء في موضوع التطبيع أو في مختلف الانحرافات، ولكن طبعاً طبعا التيار الآن جارف، وهذه كذلك مسألة وقت، وتلك الأيام نداولها بالناس، ونحن لا ندري هل تزداد الأمور سوءا أم تتوقف عند حد معين. طبعا الآن تزداد سوءا في السنوات الأخيرة بدون شك، ولا
لكن مع ذلك بكل حال هذه الجماعات والجمعيات والحركات سواء في المغرب أو في غيره تقوم وتؤدي الشهادة وتقدم جهدها، وبالله تعالى التوفيق. الكتب الجديدة عندي كتاب الآن في المطبعة، هو يشبه كتاب الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب، لكن هذه المرة على صعيد العالم الإسلامي. هذا يصدر في غضون أسابيع إن شاء الله. شيخنا الشيخ يوسف طبعا يعالج، أصيب رغم أنه تلقى التلقيح في وقت مبكر، لكن مع ذلك لسنه وأحواله ومناعته يعني في 96 فتأثر بالإصابة هذه الأخيرة، وما زال الآن يعالج ويشفي تماما إن شاء الله. وطبعا هو إذا كان الإصابة مهلكة تكون في الأيام، لكن هو الآن مدام تجاوز مرحلة الخطورة والعلاج والعناية في أعلى الدرجات، فودعواتكم كل هذا يجعل الأمل كبيرا أنه إن شاء الله يتعافى تماما. حديث أنا بريء والنهي عن الإقامة بين المشركين، هذا الحديث هو مثل قضية الهجرة. أنتم ترون الهجرة فيها أشد من هذا لأن فيها القرآن، أما هذا ليس فيه في حديثين أو كذا إلى آخره. فإذا هي قضية ظرفية، معالجة ظرفية وقتية، وهي من باب ما يسمى اليوم في الاصطلاح، واصطلاح قديم ولكن اليوم أكثر رواجا، يعني تصرف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة. فحينما قال أنا بريء، يعني لو قرأنا تتمة الحديث وسياقه وسبب وروده، هو بريء ممن قتلوا، ممن لم يهاجر، قتلهم المسلمون أنفسهم، يعني ظنوهم مشركين وقتلوهم في الغارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ أنه ليس مسؤول عن هذا القتل، هذا معنى أنا بريء. طبعا هذا يفيد أن هذا لا يجوز لهم، ولكن تحملوا مسؤوليتهم ويقول أنا بريء، ولم يدفع لهم الدية، أو بالأحرى دفع لهم نصف الدية على أساس أنهم يتحملون نصف المسؤولية، وأن المسلمين الذين قتلوهم يتحملون النصف لأن كان عليهم أن يتحروا أكثر، خاصة وأنهم لما رأوا المسلمين مقبلين سجدوا ليظهروا أنهم مسلمون، ومع ذلك الآخرون تسرعوا ولم يفهموا أو ظنوا ظنا أو كذا. هذا معنى البريء، مش ليس البراءة الدينية، البراءة القانونية والسياسية. ثم في جميع الحالات هذا تدبير من النبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيس الجماعة المسلمة ورئيس الدولة المسلمة، وهو الإمام في هذه المرحلة حيزت له صلاحيات الإمام، وليس فقط صلاحية النبي الذي يبلغ ويبين. صلاحيات الإمامة هي صلاحية الإمام في أي وقت يتدبر الأمر في حينه ويصدر فيه قراراته، فهذا من قبيل القرارات التدبيرية لمعالجة المشاكل، فهذا هو. ولذلك يعني إذا انتفت هذه الظروف وهذه الأسباب، وكما قلنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين ظهراني المسلمين؟ أولا المشركون يقتتلون مع المسلمين، ويمكن أن يتكرر ما وقع في مناسبة هذا الحديث، وهي أن يقتل المسلمون بعض إخوانهم، هذا واحد. وثانيا قد يتعرضون للفتنة فيرتدون عن دينهم، أو يرتد أزواجهم أو أبناؤهم. فإذا كان الإنسان آمنا في دينه، في الحد الأدنى لدينه وواجباته العينية على الأقل، هذا إذا كانت ظروفه تستطيع أن يبقى في فرنسا أو في أي بلد آخر فليبقى، لكن إذا كان حتى هذا إذا كان متعذرا له أو لأبنائه، فطبعا يجب عليه أن يرحل، أن يعود إلى بلده أو يرحل إلى بلد آخر. نعم، التبرير بالمصالح والمقاصد هذا كما قلت في قضية التعليل، لو ذهبنا نستعرض كل حالة بعينها كما ذكرت في مسألة الطبيعة، توجد المفاسد ومصالح توشك أن تكون أوهاما،
لكن تفصيل يطول أمره. اجتهاد عالمي لعلماء المسلمين على الأقل في الأفق في منظور، ولكن حتى في نظامه وأهدافه، ونظام هو اتحاد يجمع العلماء ويعبئهم ويوعيهم برسالتهم، وأقصد رسالتهم الأساسية التي هي البيان لما يشكل على المسلمين أو لما يلبس عليهم أو لما جاهلوه. هذه الوظيفة الأساسية للعلماء. أما أن يتحولوا إلى منظمة جماهيرية، هذا لا، أنا شخصيا لا أراه ولا أساعد عليه. وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا أستاذنا الجليل أحمد الريسوني، بارك الله فيك وتقبل الله صيامكم. آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى، ويبارك في جهودكم. إذا نحررك إن شاء الله تعالى مدى الإفطار قريب، فتذكر البرنامج وتذكروا به الحضور الكريم. بطبيعة الحال كما تعلمون مرة إلى حد الآن في رمضان مرت محاضرة الأستاذ عبد الله شبابو، توجيهات تربوية استثمار رمضان روحيا ودعويا، وهذا الحمد لله الأمور كلها مسجلة في موقع يعني الحركة بالفيسبوك، صفحة الفيسبوك تجدون التسجيلات. أيضا مرة لقاء مفتوح حول الصوم والصحة مع الدكتور توفيق بجلون، أيضا كانت ندوة مهمة حول جهود المغاربة للدفاع عن فلسطين والقدس ومناهضة التطبيع، شارك فيها كل أستاذ رشيد فلولي وعزيز الهناوي وعبد الله معروف وعائشة المصلوحي. ثم مرت أيضا محاضرة قواعد في علم السلوك والسير إلى الله لمحمد بولوز عبد ربه، ثم هذه المحاضرة، وبقيت لنا ثلاث أنشطة. إذا النشاط يوم الخميس إن شاء الله 6 ماي 24 رمضان للدكتورة حنان الإدريسي حول تنزيل مشروع الأسرة عند حركة توحيد الإصلاح. ثم يوم السبت 8 ماي يعني 26 رمضان مع الدكتور عبد المجيد لوكيلي التربية والدراسة. ثم ستكون يوم الأحد بحول الله تعالى مسابقة قرآنية للأسرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع جهدهم، وأن يتقبل من الصيام والقيام. والحمد لله في رمضان ثلاث منح كبيرة، فيه من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني هذا من فاته الصيام لمرض أو غير ذلك، هناك القيام، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من قام ليلة القدر. إذن فلنتحرى هذه العشر التي بقيت، نتدارك إن شاء الله هذه الخيرات، ونسأل الله تعالى القبول من الجميع، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.